أكيد إحنا يعني أغلب المقابلات أو اللقاءات أو الناس اللي نشوفهم يتكلمون عن مباراة أستراليا، خلاص المباراة والمرحلة ذيك خلصت، يعني دخلنا لمرحلة جديدة، مرحلة جدية أكثر. كل العالم عارفة يعني أهمية كأس آسيا. إحنا أكيد إحنا رايحين مو بس نشارك، رايحين ننافس على البطولة، فإن شاء الله بإذن الله الفريق صار أفضل وتطور أكثر بكثير من تصفيات كأس العالم، خصوصا بعد ما أجى المدرب. يعني كل الناس لاحظت هذا الشيء من خلال المباريات الودية اللي لعبناها، فإن شاء الله الأمور كلها تمام، فريقنا اكتمل، ما هو ناقص يعني الصفوف اللي عندنا مو ناقص فيه، فإن شاء الله بإذن الله الأمور طيبة، ونوعد جماهيرنا إنه نطلع بصورة يعني ترفع اسم بلدنا وتبسط جماهيرنا، وإن شاء الله بإذن الله يعني أقل من المربع ما راح نرضى إن شاء الله. منتخب أستراليا يعني الكل شافه بكأس العالم، منتخب متطور كثير عن المباراة اللي لعبنا معه، حتى يعني والعكس يعني حتى احنا منتخبنا تطور كثير، يعني مو نفس المنتخب اللي لعب ضد أستراليا مباراة ماليزيا ومباراة سيدني. احنا عدنا المجموعة بداية مع فلسطين، بعدين مع الأردن، آخر مباراة مع أستراليا، فأكيد احنا تركيزنا كله على المباراة الأولى، تخلص المباراة الأولى نركز على المباراة الثانية، فمباراة أستراليا إن شاء الله بإذن الله نكون واصلين، نوعدنا 6 نقاط ومتأهلين إن شاء الله. فأكيد المدرب يعني قاري المنتخب صح، وبإذن الله يعني تكون أهم شيء إحنا ننتهي للدور الثاني من البطولة، وما تهم النتيجة ضد أستراليا، بس أكيد إحنا دائما نلعب للفوز أي مباراة. أكيد يعني أنا تكلمت قبل شوي إنه فريقنا كامل، عناصر كاملة، مو ناقصنا شيء الحمد لله. يعني اليوم نشكر اتحاد كرة القدم، جاب مدرب أجنبي عنده فكر حديث، طور الفريق بشكل كبير بفترة قصيرة، فإن شاء الله كده احنا انا تكلمت انه احنا ما احنا رايحين نشارك فقط، احنا رايحين ننافس.